شكرا شكرا لكم على الاسئله ديالكم الطيبه. اولا اريد ان نشكر السيد العامل على الاهتمام الخاص الذي يوليه للقطاع ديال الجامعه شعيب تكالي، وكذلك لاعطائنا هذه الفرصه هذه لتنوير المنتخبين والراي العام على الانجازات التي تحققناها السنه الفارطه، وكذلك التدابير المتخذه من اجل تنزيل توجيهات الملكيه الساميه حتى نتمكن من انجاح هذا الدخول الجامعي. وكما لاحظتم جامعه شعيب تكالي في تزايد في اعداد الطلبه وكذلك في اعداد المؤسسات الجامعيه، كانت تعتبر جامعه صغيره ولكن الان يمكن نعتبرها من اكبر الجامعات. وفي اخر تصنيف وقع على صعيد الدولي ولكن اللي استخلصنا منه التصنيف الوطني، جامعه شعيب تكالي رغم صغرها تصنفت في المرتبة السادسة في 13 جامعة عمومية أمام بعض الجامعات الكبرى، وهذا فخر لنا وهذا يدفعنا أننا نديروا جهود أكثر لاستقبال طلبة في بعض التخصصات المهنية. وكما لاحظتم كاين خلق ديال المؤسسات اللي كتستجب لهذا التوجه المهني اللي أكد عليه صاحب الجلالة في الخطاب الأخير. وكذلك من مهام الجامعة تكوين من أجل ولوج سوق الشغل وكذلك البحث العلمي. وكما رأيتم كاين استراتيجية واضحة لتطوير العلاقات الدولية والعلاقات الوطنية من أجل تقوية هياكل البحث العلمي والإنتاج البحث العلمي ديالنا. المجلس الإقليمي شريك استراتيجي منذ زمن طويل، منذ أكثر من 10 سنوات، ويخصص لجامعة شعيب تكالي ميزانية نتمنى انها يرفعوها شي شويه، ولكن رغم هاد العشر سنوات لم تتغير، انها كتنفع البحث العلمي بالخصوص، وكذلك المجالس اخرى، المجلس البلدي كذلك يقدم دعم من شكل اخر الى اخره. ونستغل هذه الفرصه هذه باش نشكر جميع رؤساء المجالس المنتخبه الاقليمي والمحلي وكذلك جماعات الحوزيه التي ستعرف تنقل عدد من المؤسسات. وهذه السنه سننطلق في بناء لو ان سي جي في بيما في مازاغو، وغادي ذاك لو باري سنتر ديال المؤسسات غينتقل الى مازاغون الى جامعه الحوزيه. وفي النهايه اتقدم بالشكر للسلطات الاقليميه والمحليه باسم الجامعه باسم السيد رئيس الجامعه وكل المسؤولين بالجامعه وفعاليات بلديها، وعلى راسها السلطات السيد عامل الاقليم الذي يولي اهتمام بالجامعه ويعطي اهتمام بالانشطه الثقافيه والرياضيه والعلميه ويحضر في كل الانشطه. نشكره على هذا الدعم وهذه المساعده. المجالس المنتخبة الإقليمية والبلدية والمحلية، ونشكر المجلس الإقليمي على الدعم ديال الجامعة، المجلس البلدي، السلطة الأمنية بمختلف مكوناتها، ورؤساء الجامعات الترابية.